السلام عليكم. أنا يعقوب. لزق اتوخر ويعقوب خلال بس. اليوم طالعين مثل ما تشوفون بالفالة. نلبس هاي الحذاء. يعقوب. مال ماي على خاص. ماتي مال ماي هم. ايه مالته مال ماي. بس ما عندنا طبعا يصير كلش ضيق هذا. لا. مثل ما شايفين حتى تمشي بالماي قزاز خشب. حجر ما تتأذى رجلك. أراويكم الاسم مالته. عرفت شلون؟ هو خاص هذا للماي الحذاء. صار له عندي يعني فترة طويلة والله. أوه. ما بي شيء. ساي ضروري لأن بالحذاء العادي يتكربص بالطين، هذا لابسه مثل الجواريب، على مود هيك هو ضيق حتى ما ينشلع. ماتي هام بابا؟ ايه. حط طين ما طين. بس نسلين ما يقوى. لا. عرفت شلون؟ بقول كلش ضيق. وهذا الحبل نحط فيه السمك. هاي الي وهذا الحبل نسرين ويعقوب. طبعا نسرين ويعقوب راح يستخدمون هاي الشبكه. يعقوب تعال خلينا نشوف الشبك اللي بايدك. هاي الشبك اللي عندي يعقوب. انا راح اجيب سمشات وياهاي. اي يعقوب راح يصيد بهاي اليوم. حطينا الكاميرا هم على الراس. ان شاء الله خير. زد السياره. طبعا الطريق مثل ما شايفين غابة اكو قبل ما نوصل للماي. الدنيا مغيمة، الحرارة اليوم 24. نشوف ان شاء الله هاي اثار. والله ناس جايين هنا أنا. ما ادري اذا باقي سمك. لا صار يعني فترة مو جاي ومطرت هواية. ف ان شاء الله الماي مو كل صاعد. بهالمنطقة السمك تلقاه يم الماي قاعد ياكل، يم العفو الحشيش، يم العشب. الفالة ما اعرف اذا رويتكم اياها، شوفوا شلون يسنونها. هاي خماسية صناعة صينية هي الفالة. صار لها عندي فترة كلش طويلة. سين مشيت ويعقوب هو والشبكة مالته. وهاي الماي شلون وصلنا له. هاي سمك والله قاعد يلعب. هاي السمك هذا السمك هذا السمك. هذيك هناك قاعد يتحرك هناك هناك. وقف 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 وقف. يشوف الحشيش شوف الحشيش. خليني اسوي لكم زوم. وقف وقف وقف. شوف هاي الحركة هاي من الشجر شفتوا؟ هذا السمك هو هاي وحدة. شوف هاي استفتاحية اليوم لو شلون. لا والله فلتت مع الأسف. ما
هلا 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 هلا. استفتاحية اليوم، استفتاحية اليوم هاي بس بالذيل الضربة. خل نطلعها، نطلعها بالذيل الضربة. شايفين شلون؟ هاي استفتاحية اليوم. وأخيرا لا لا صبري صبري، خوت الخيط هذا أحسن. شلون؟ هسه بعد هاي انقفلت. أول يوم أول استفتاحية هاي. زين. الثانية طلعها بالرأس. بعدين طلعها من الفادة، هاي شوي أصغر من أول وحدة. شوف الساعة، اثنين لحد الآن. بعدها الله يرزق. طبعا الحركة شوية صعبة، كنت تشوف على التيارات اللي بالماي، يعني الماي يتحرك حركة بسيطة، لو الحشيش يتحرك يعني وتبقى توقف وتشوف، بعدين تعرف تحاول وين راسها وين جسمها صاير، وبهيك تصير الضربات. اكو سمك هواي بس مشكلة صعب شفته، واكثريته قاعد يشرد. شوف هاي الصرصة. اي والله يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هاي عود شافتني ووقفت الحركة مالتها، بس طبعا هنا أنا ما عندنا عدد محدد لهذا السمك، تقدر تقمش قد ما تريد منه. ماكو هواي ناس ياكله هالسمك، قليلين، الأمريكان ما يحبوا أصلا. ها نسرين كم وحدة؟ ثلاثة. ثلاثة، أنا صرت أربعة. Thank you.
هلا 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 هلا. نشوف هاي واحدة لو اثنين، واحدة لو اثنين، والله واحدة هاي بنصها طبعا. حط طلع الحبل حط هنا أصدقائها. فكان بالغميق شوية صعب الماي، اضطريت اجي الماي شوية مو غميق، يعني سال الماي للركبة. شفت السمك شوية اسهل تصير. الحمد لله يعني قعدنا نرزق. محصول اليوم كان السرين عندها ثلاثة جرتهم مدري أربعة. هاي حصيلتنا اليوم، قليلات بس الحمد لله.